المعهد الأعلى للرياضة بباريس، وهو مدرسة كبيرة عالميا، وتشوفوا النتائج نتاع الفرنسويين. عمل أصدقاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، كل الموظفين، كل المديرين، ولكن كل شركاء نفسهم reconnus par tous les intervenants et à l'échelle locale. Et par exemple, voir que chez les moins de 78 kilos, donc c'est chez les femmes, de toutes les équipes de France Olympique, il y a un pôle qui s'appelle Haut Niveau qui est là pour assurer le bon accueil. طلب اللي باش يخدموا على المشروع هذايا انهم يستعملوا تكنولوجيات حديثه كيما تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وكيما لو ديفلوبمون دي زابليكاسيون. البروجي يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمه الرياضه، بالفرنسيه نحكيوا على كنوت بلاتفورم، اللي هي باش تكون على شكل تطبيقه باش تستعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى تساعد لي زاتليت دو كرون نيفو انهم يتبعوهم في المسيره الرياضيه نتاعهم، انه يكون عندنا باز دو دوني فيها دي دوني معلومات دقيقه تخلينا زيدا نقدموا لهم ان كوتشينغ بيرسوناليزي يخليهم عندهم مؤهلات وعندهم دي شانس اكثر انهم يكونوا في مراتب متقدمه اي مسابقه عالميه. الابلكيشن نتاعنا باش تكون كروس بلاتفورم بازي في الاي اي، باش تكون فيها اون ابلكيشن موبيل و سيت ويب. L'objectif est l'accompagnement par les athlètes de haut niveau. On va jouer le rôle des coachs, on va faire un coach en ligne et un chatbot qui va guider les athlètes. C'est un مشروع نتاع دولة لأنه هذا يهم المعهد الأعلى للرياضة، يهم مركز الطب الرياضي، يهم مركز الأبحاث، يهم يعني وزارة التعليم العالي، يهم اللجنة الأولمبية، يهم الجامعات الرياضية. ولكن أنا نقول احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية كقوة اقتراح هنا مدينا يدينا وحطينا يدنا في العجلة كما تقول. بدينا بهالملتقى اللي هو هام، جبنا أحد الخبراء الفرنسيين الكبار اللي كان من أول مؤسسي هذا البرنامج في المعهد الأعلى للرياضة في فرنسا نيسات. ولكن هذا كل ما يهمش كان الرياضة نتاع المستوى العالي والرياضة التنافسية، هذا يهمنا احنا حتى في رياضتنا، يعني كناس كبار باش نحافظوا على صحتنا، باش نحافظوا على مستوى معين يعني صحي، وهذا معناها يربحنا برشا في المصاريف اللي تصير في القطاع الصحي. ماذا بينا نصرفوه على السبيطارات على المستشفيات، وفي الأدوية ماذا بينا نصرفوه في الرياضة باش ما نوصلوش للمستشفيات، ما نوصلوش للمساحات. إذا أنا نعتقد أنه مشروع ثوري، مبادرة يعني طيبة متميزة. اليوم نعرفوا اللي فما حاجة تنجم تعاون رياضي باش يحسن في البرفورمانس نتاعو، باش على الإصابات، على برشا حاجات، دونك أكيد تهمنا برشا. الرياضي تو معاش يستحق كل لونترونور، ولا فما ديزانجينيور يخدموا، فما حاجات معناها اللي تخلي لا بيرفورمانس ولا الأتليت يحسن في البيرفورمانس نتاعو، بيان سور بريفينيغ لي بليسيور، برشا حاجات اللي هي بيان سور تعاونوا باش يكون في أحسن معناها مردود. كريي أن انفيرومون أغريابل إيسي أون تونيزي. À 12 ans, il a 10% d'âge, il est 10% plus vieux que celui éligible à ce top 10, ce top 10 un peu...